اخر درس في الدوره ديال جافا سكريبت فاندامنتالز غادي نحاولوا هنايا نشرحوا اشنا هما البروتوتايبس، ولكن كاينه واحد الحاجه اللي بغيتك تعرفها في هذا الفيديو. ما غاديش نشرح البروتوتايبس في 3 دقائق ولا في 4 دقائق الاول، لا، هذا فيديو تقريبا بواحد ستيل سبيسيفيك. هاد ستيل شنو كنعني به؟ باننا غادي نمشيو من المشكله اللي حلاتها البروتوتايبس، غنفهموا اشنو هاد البروتوتايب اللي هي واحد البرودي اشنو حلات لينا اونيفو ديال جافا سكريبت، وعلاش كيخدموا بها جافا سكريبت ديفلوبرز في اكما سكريبت 5. كاينين بزاف ديال الناس اللي هما ادفانسد، وكاين بزاف ديال الناس اللي هما اكسبيرينسد وكيخدموا بهذا البروتوتايب، ولكن ما عارفينهاش المشكله اللي حلات وفريمون ولا الصالحه. اوكي، دونك نبغيكم تمشيو الفيديو تكملوها كامله، انك الا ما كملتيش الفيديو كامل وما تفرجتيش فيها من الاول حتى الاخر، ما عمرك غادي تفهم ديك البروتوتايب للصالح. دونك غنبداو من المشكله وغنساليو بالحل، والبروتوتايب غتكون هي اخر بار في هذا الفيديو. ولكن باش تفهم مزيان نمشيو ستيب باي ستيب باي ستيب. نبداو الفيديو ديالنا. اول حاجه اشنو هو البروغرام اللي غادي نكريو دابا؟ عندنا واحد البروغرام لواحد الجيم، هذا الجيم عندنا واحد البلاير، واحد البلاير عنده دي زاكسيون كيديرو، يقدر يجري، يقدر ينقص، ولا كيقدر يضرب لابا. هاد البلاير عنده دي فالور ديالو هو سبيسيفيك، عنده لو نو، وعنده الايج دونك نيم والايج، وعنده واحد لينيرجي. ديك لينيرجي كنقدروا نتحكموا بها دوك لي زاكسيون اللي كيدير. مثلا الا جرى ديك لينيرجي كتنقص، الا نقص ديك لينيرجي تقدر تزيد، ولا ضرب لابال لينيرجي كتنقص. دونك حنايا هنا بغينا نكرييو نشدو هاد البيزنس لوجيك ونكرييو هاد البلاير، اي اوتوماتيكمون غادي يكون واحد الاوبجيكت. دونك هاد الاوبجيكت شنو غيكون فيه؟ هاد الاوبجيكت غيكونوا فيه بروبرتيز اللي هما ايج ونيم وانرجي اللي غنعطيهم فاليوز، وغيكون فيه دي ميثود هما اللي غيكون اوتوماتيكمون دي فونكسيون اللي اما غيجري ولا غيدير جامب ولا كيكذب. غنكرييو هاد الاوبجيكت ديالنا. دونك اول حاجه غنكري واحد الاوبجيكت سميه بلاير. هاد الاوبجيكت غنكري امبتي اوبجيكت، ومن بعد غنبدا نعمر فيه بشويه بشويه. اول فاليوز غندير هنايا نيم عاد ايج باش نمشيو بواحد الاوردر اللي شويه لوجيك. دونك غندير بلاير نيم وغنعطيه كفالور عربيوي مهدي. ثاني حاجه غنمشي للايج وغنعطيه 34، وغادي نمشي للانرجي وغنعطيها كفاليو 123. دونك هاد الانرجي اللي قلنا هي اللي غادي نتحكموا بها ولا غنتحكموا فيها بهاد لي زاكسيون اللي عندنا هنايا اللي هما غيكونوا دي ميثود. اول ميثود بالنسبه لينا هي ران بلاير ران، غنكري واحد الانونيمس فانكشن وغنعطيها كبارامتر سبيد، لانه ملي كيجري كنديفيني ليه واحد سبيد سبيسيفيك. قد ما كان داك سبيد طالع قد ما الانرجي ديالو كتنقص. اشنو غيطرا اوتوماتيكمون؟ قلنا غنشدو بما اننا هنايا هاد ران كيتكريات واحد الفانكشن، واحد الفانكشن اكزيكيوشن كونتاكت اللي ما عرفناش علاش كنهضر، يمشيو للدروس اللي فاتو. دونك كنقدر ناكسيدي لهاد الفاليوز اللي كاين هنا ونيفو ديال هاد الاوبجيكت، لان الاكزيكيوشن كونتاكت ديال هاد ران هو واحد الفانكشن اكزيكيوشن كونتاكت وسط واحد الاوبجيكت. مزيان، دونك غادي نمشي هنايا للانرجي وغادي نقصها. باش غنقصها بسبيد، هادي هي لاكسيون الاولى. غنكوبي هاد الميثود ونكري الميثود ديالي الثانيه اللي هي جامب. جامب شنو غتكون فيها؟ الهايت، ولكن جامب كتزيد لي الانرجي مثلا، وغندير هنا هايت. نمشي للاخرى اللي هي شنو عندنا هنايا؟ عندنا كيك بول، كيك بول غادي مثلا سترانت اي في الاخر دير سترانت هنا اي الانرجي كتنقص. دونك الانرجي كتنقص من كندير ران كيك ذا بول ولا جامب. الاوبجيكتيف ماشي هو الجيم اتسيلف، مي الاوبجيكتيف غادي نشوفو شنو هو المشاكل اللي غادي تطرا لينا وكيفاش غادي نحلوها. غنجربو الجيم ديالنا. دونك غناخد هاد بلاير ونحاول نعطيه مثلا واحد الفاليو هنا ران، بغيتو يجري واحد الفاليو ديال 6، اوتوماتيكمون خاصها تنقص هاد 123 بستة. دونك غنمشي لران هنايا ونافيشي هاد الانرجي، كيف ما كتشوفو هي ولات 117. دونك الجيم ديالنا خدام. الا مشيت هنا درت مثلا 9 غتنقص 123 ناقص 9. الا جيت هنا اسيدي ودرت ليه جامب بغيت تزيد مثلا 12، دونك نقص ب 12 اوتوماتيكمون غادي تزيد هذاك الانرجي ديالو. غندير هاد كونسل لوك هنا
نشوفكم كوار الانرجي تزاد دونك الانرجي كتنقص وكتزاد سا ديبون ديال داك البلاير شنو كيدير دونك الا بقى كيجري اوتوماتيكمون راه الانرجي كتبقى كتنقص ولكن لحد الان شنو درنا كاين واحد الاوبجيكت اللي كاين واحد الاوبجيكت اللي هو ديال البلاير كيدير ران جامب ولا كيك ذا بول وعنده واحد الفاليوز ديالو نيم ولا الايج وديك الانرجي كتنقص ولا كتزيد ولكن المشكله هنا بانني عندي الفاليوز فيكس بغيت هاد الفاليوز نشونجيهم ديناميكمون دونك الفاليوز بغيت نشونجيهم ديناميكمون اللي كتعني بانني ما بغيتش غير بلاير واحد بغيت مالتيبل وانز بغيت بلاير 1 بلاير 2 بلاير 3 بلاير 4 بغيت بزاف فالكم ما يمكنش دونك غادي نشد لان هادشي اوتوماتيكمون ستاتيك ديفينيت ولا كرييت بلاير واحد باش نحل هاد المشكله غادي نكري واحد الفانكشن بلاير اوكي هاد بي داشا ماجيسكول غير واحد النيم كونفنشن غادي تعرفوا من بعد من غنبداو نيوتيليزو الكلاسز علاش كنخدموا بهاد النيم فحال هكا ابر كيس غنشد البيزنس لوجيك ديالي كامل وغندير وسط هاد الفانكشن بلاير ولكن باش نشونجي هادشي يولي ديناميك غنشد هاد نيم و ايج و انرجي وغنديرهم كارغيومنتس بالنسبه لهاد الفانكشن لوبجيكتيف من هاد الكود هنايا هو ندير واحد الفانكشنال استانشيشن كتسمى ولا غنبدا نكريت انستانس لكل بلاير وغادي نشوفوا شنو هي انستانس دونك بلاصه عربوي مهدي غندير نيم فبلاصه 34 غندير ايج او بلاص انرجي او بلاص هاد الانرجي غندير انرجي اللي هو البارامتر ديال الفانكشن دونك هنا فحال درت واحد الرابين جمعت لي ميثود ديالي وهذوك لي بروبريتي كاملين فبلاصه وحده وكنقدر نشونجيهم ديناميك دونك هنا شنو غادي نقدر ندير كري واحد البلاير اللي هو جديد نسميه بلاير 1 وشنو غادي نعطيه غنخدم بهاد الفانكشن غنكري واحد الانستانس جديده دونك هاد الانستانس الجديده هي بلاير وغنعطيه كنيم جون دو باقي لي ليج الايج والانرجي ايج مثلا غنجي نعطيه 22 وبالنسبه للانرجي غنعطيه 43 نقدر نكري واحد بلاير 2 دونك دابا وليت نقدر نكري مالتيبل بلايرز حلينا المشكله الاولى باننا كنقدر نكري غير بلاير واحد دابا كنقدروا نكريو مالتيبل بلايرز نجي هنا ندير ماريا كارتنر نعطيها مثلا 23 وفي الفاليو هنا نعطيها مثلا 35 هاد بلاير 1 كيف ما قلنا كيقدر يدير ران ولكن نعطي واحد الفاليو with property of indefinite علاش ران هنا عطاتني indefinite لان اوتوماتيكمون هاد الفانكشن خاصها تشوفني شي حاجه خاصها تشوفني الاوبجيكت من اوبجيكت بلاير اللي عمرناه ديجا دونك هنا خاصنا نزيد واحد الريتيرن بلاير اوتوماتيكمون هانتوما كتشوفوا تشونجات الفاليو الفاليو كانت 43 اوتوماتيكمون انفو درت لهاد البلاير 1 درت ليه ران يعني كيجري نقصات 3 الا بقى كيجري غتبقى الانرجي ديالو كتنقص راه نشوفوا اسيدي بلاير 2 بيور بلاير 2 ونعطيوه تاو ران يعني 35 نورمالمون غتنقص نحيدو هادشي باش ما يدوخناش كانت 35 نقصات نديرو ليه مثلا ران غيبقى كيجري اوتوماتيكمون كاين واحد الديكريز اون نيفو ديال الانرجي ديالو هاد البروغرام ديالنا شنو طرا فيه شنو المشكل اللي حليناه كيف ما قلنا باننا ولينا كنقدروا نكريو مالتيبل بلايرز ولكن هاد الكود فيه مشكله المشكله اللي فيه عندنا هنا الفانكشنال انستانشيشن اللي كتعني باننا كنكريو دي انستانس هنا كاين جوج ديال الانستانسز بروبليم كو لا ميموار كتوتيليز بزاف يعني فين ما انا درت هنا واحد كونسول لوك بلاير 1 فين ما كنكري انا واحد الانستانس هادشي كامل كيتعاود يتكري دونك كاع هادوك لي ميثود اللي كاينين على نيفو ديال داك الفانكشن كيبقاو تكريو كتولي واحد ديبليكاسيون ديال الكود المشكله ديال هاد ديبليكاسيون ديال الكود ديال غيوليو واحد المشكله او نيفو ديال لا ميموار يعني ان تيرم اوف بيرفورمانس يعني بور لا بيرفورمانس هاد الكود ما خدامش كيفاش نحلوا هاد المشكله خاصنا نريفيرونسيو هاد الفانكشنز اللي كتعني لان جافا سكريبت اون جينيرال فيها كتقدر تدوز واحد الفاليو از ريفرنس دونك باسد باي ريفرنس كنسميوها وغنخلي لكم واحد الفيديو هنا في الديسكريبشن على باسد شنو الفرق ما بين باسد باي ريفرنس و باسد باي فاليو باسد باي ريفرنس غتنفعنا في هاد الكا باش نقصوا من البروبليم ديال البيرفورمانس دونك غنحاول نريفرنسي هاد لي ميثود دونك كيفاش غادي نحلوا هادشي كامل عمل كومونتي هادشي دونك حنا غادي ستيب باي ستيب تا نوصل البروتوتايب وغتشوفوا شنو هو هادشي
تقريبا فحال كنحاول ندير واحد البيك بيكتشر هنايا. دونك غنشد هاد لي ميثود كاملين اوكي وغنحطهم في واحد شيرد اوبجكت. غنكري واحد الاوبجكت ونحط فيه هاد لي ميثود وغنبارط وغنريفيرونسيهم او نيفو ديال هاد الفانكشن, ومن بعد نقدر نكري الانستنسز ديالي بلا حتى شي مشكله وغيكونوا غير ريفيرونسين. كري الاوبجكت ديالي نحط فيه لي فالور كامل. معليش نخدم هنا بلاير ران اوتوماتيكمون هاد ايكوال نحيدها. دونك هنا ولات عندي بروبرتي و الفونكشن ديالي هي هادي. نحيد هادي ندير واحد الفيرغول لان غنسيباري البروبرتيز ديالي. جامب هيدا ايكال نزيد هاد الفيرغول. بلاير هنا نحيدها اي هيدا ايكال ديال الفونكشن ديالي وندير الفيرغول. شنو درت هنايا؟ كريت واحد الاوبجيكت حطيت فيه لي ميثود ديالي كاملين اللي فيهم ران جامب وكيك بول. اش بقى ليا؟ بقى ليا خاصني نريفيرونسيهم. فين نريفيرونسيهم؟ وسط هاد بلاير اللي هي الفونكشن, باش من بغي نكري الانستنسز ديالي ما يكونش عندي مشكله. دونك ريفرنسين ذا شيرد ميثودز. كيفاش غندير لهذا الشيء؟ يعني غادي نشد سيدي اول حاجه غنكري بلاير ران اول بروبرتي وشنو غادي نعطيها كفالور ريفرنسين. هنا فين غندير ريفرنسين؟ غادي نشد هاد بلاير ميثودز وغنعيط على ران ميثود اللي وسطها. دونك هذا الشيء كتسمى ريفرنسين. يعني ريفرنسيت هاد الميثود ران اللي كاين وسط من هاد الاوبجكت وسط من هاد بلاير دوت ران, ولا وسط من ران اللي كاين في بلاير هنا, اللي كتعني بانني ما كبيتش كوبي. يعني ان تيرم اوف ميموري ولا ان تيرم اوف بيرفورمانس مزيان غير ريفيرونسيتها ماشي كوبيتها. باغ كونتر في الكود اللي كان من قبل كنا كنكريو دي كوبي مي كنكريو دي انستانس. دونك غندير الميم تريك بالنسبه للجامب وغندير الميم تريك نفس الحاجه بالنسبه للكيك بول. دونك لحد الان حنا غاديين مزيان. أنا نجرب الكود ديالنا ونشوف واش باقي خدام واش ما فيه حتى شي مشكله. نعيط على بلاير 1 ونعطيه جامب 2. ما كتشوفوا هي تزادت 45 كانت 43 زادت غتبقى تزاد لي الانرجي. غنجي هنايا مثلا غندير ران وندير 22 وغتنقص لي الانرجي. الكود ديالنا خدام ما فيه حتى شي مشكله. نبدل هاد بلاير 1 مثلا ندير بلاير 2 ندير غير هاد الثلاثه الاولين. الكود ديالي ما فيه حتى شي مشكله. 35 زاد بجوج 37 زاد بجوج 33. مي لوبجيكتيف كيف ما قلت لكم ماشي هو الجيم هنا. لوبجيكتيف هو كنشوفوا باننا هنايا حلينا واحد المشكل واحد اخر ديال ما بقيناش كنكريو دي كوبي اون نيفو ديال انستانسز ديالنا. هاد لي انستانس اللي كنكريو ماشي دي كوبي. ما كاينش عندنا هاد المشكله ديال كوبي ديال لي ميثود. انا لي ميثود هنايا غير ما ريفيرونسين. مزيان حلينا المشكله ديال الميموار, ولكن لحد الان عندي مشكله واحده اخرى. المشكله الاخرى اللي عندنا اونيفو ديال هذا الكود اولا كاينه ريبيتيشن. تخيل معايا انا عندي بزاف ديال لي ميثود, عندي واحد 20 ميثود, واش غنبقى انا ديما نزيدها هنا يوم ميم طون نزيدها هنا؟ دونك غتولي عندي خدمه معوده. غادي نخدمو هنايا بواحد الميثود اللي كتسمى اوبجكت كرييت. اشنو كدير هاد اوبجكت كرييت؟ هاد اوبجكت كرييت كتخول لينا باننا نديرو واحد اللوك اب على واحد اوبجكت بارنت. بيان سور ما فهمتونيش. الا مثلا عندي واحد اوبجكت بارنت وعندي واحد الاوبجكت تشايلد, بغيت داك الاوبجكت تشايلد ولا هذوك لو فيس يوتيليزي لي ميم ولا سيم بروبرتيز, يعني لي ميم بروبرتي ديال الاوبجكت اللي في البارنت واخا ما افيكتي والو التشايلد. مازال ما فهمتونيش. غادي ندير واحد الاكزامبل. كوبي هادشي كامل وغادي نشد نوريكم بعد اوبجكت كرييت كيفاش كتفونكسيوني. عاد نحاول نابليكيو على الكود ديالنا. مثلا انا عندي واحد البلاير, غنكري واحد البلاير عنده نيم عربي مهدي, عنده ايج 34 وعنده مثلا انرجي 123 ولا 124. بغيت اسيدي نكري واحد الاوبجكت واحد اخر. دونك هذا كيتسمى البارنت في هذاك. هاد الاوبجكت بارنت, وهنا بغيت نكري واحد الاوبجكت اللي هو تشايلد جيمر, وبغيت هاد لي بروبريتي اللي كاينين هنايا بالليفا ايفن بلي فالور ديالهم بحال اللي قلتي ايريتيهم بحال اللي قلتي خدم بهم لداخل. واخا انا ما نديفيني حتى شي فالور اونيفو ديال الجيم. غنشد الاوبجكت كرييت وغنخدم ببلاير. دونك عندي تشايلد خدا من عند لو بير. الا جيت انا هنا ودرت كونسول لوغ جيمر غيبان لك الاوبجكت كو خاوي ما فيه والو ما يمكنش. مي اون فوا غادي تحاول تاكسي ديال الايج غيعطيك 34, حاول تاكسي ديال النيم غيعطيك عربيوي مهدي ايفن دو. ولكن ماشي غير هادشي, غتقدر مثلا انت غادي تشد جيمر وتشيل النيم ودير تقدر تشونجي الفاليو ما كاين حتى شي مشكل. جون دو غادي تفورس الفاليو اف هاد الكار غادي لك جون دو. باغ كونتر الا حاولت تاكسي ديال الايج كيدير واحد من ما كيلقاش ايج عندك في جيمر
كيمشي يدير واحد لوك اب كيمشي يقلب على ايج في بلاير اوكي اوكي يدير لك الفاليو ديالها دونك اوتوماتيكمون كيشوف واش عندك حتى في هذاك الاوبجيكت الا ما لقاهاش كيمشي يجيبها من اوبجيكت واحد اخر كيمشي يجيبها من البارنت او هادشي فاش غينفعنا هاد اوبجيكت كرييت فاش غتنفعنا ارجعوا للكود ديالنا ونشوفوها فاش غادي تنفعنا غتنفعنا اوبجيكت كرييت باننا غنبارطاجيو لي ميثود كاملين اللي عندنا او نيفو ديال واحد الفانكشن او نيفو ديال واحد الاوبجيكت غنبارطاجيو لي ميثود كاملين اللي كاين او نيفو ديال واحد الاوبجيكت غنبارطاجيهم او نيفو ديال الانستانسز ديالنا وغتشوفوا كيفاش غادي دابا الكود ديالي دونك اوليو دونك عندي هنا البلاير ميثودز عندي لي ميثود ديالي كاملين ما بغيتش نبقى نكتب في هذا الكود بحال هكا بزاف تو ريبيريف بغيت اون فوا انا نزيد شي ميثود تبارطاجا اوتوماتيكمون مع هذه الفانكشن تعقل عليها وتخدم بها وان فوا نخدم بواحد الانستانس يلقى داك الميثود ويقدر ياكسيدي ليها دونك كيفاش غادي ندير انا هنايا غنعمل كومونت هادشي كامل غنجي في بلاصه هاد الاوبن بلاصه الكيرلي بريسز وغنخدم اوبجيكت كرييت وشنو غادي نعطيها كفاليو غنعطيها هاد شيرد ميثود ولا هاد بلاير ميثود دونك اشنو غادي يطرى هنايا غادي يوليو كاع لي ميثود اللي كاين اون نيفو ديال هاد بلاير ميثود ران جامب وكيك ذا بول ولا كيك بول غيوليو اكسيسيبل اون نيفو ديال هاد الفانكشن دونك الا جينا هنايا درت بلاير 1 ودرت ران 3 كتشوفوا هاي ولات 40 بقيتش مجبر فيما نكري شي ميثود هنايا خاصني نعاود نكتبها دونك نجي دابا انا مثلا هنا ونكري واحد الميثود جديده دانس نعطيها كفانكشن موف هنايا ونعطيها مثلا ديس انرجي كتزادت الانرجي بلس او ايكوال موف صافي ولات عندي اكسيسيبل هاي دانس انفوا نقدر نخدم بها ما كاين حتى شي مشكله ندير واحد الكونسول لوغ ديس الانرجي هنايا كتشوفوا هاي تزاد 46 يعني هاد اوبجيكت كرييت لو رول ديالها بانها بحال وليت كنقدر ناكسيدي لي ميثود اوتوماتيكمون في هذاك البارنت والبارنت في هذا الكا هو هذا بلاير ميثود وليت كنقدر ناكسيدي الميثود او نيفو ديال البارنت مزيان اجي نشوفو دابا البروتوتايب اشنا هي بعد البروتوتايب قبل ما ندخلو في هاد التعقيدات اول حاجه شي انفو انتايا كتاكسيدي لواحد الفانكشن اي فانكشن في هاد البروبرتي بروتوتايب اي فانكشن فيها هاد البروبرتي بروتوتايب اشنو البروتوتايب البروتوتايب هي واحد البروبرتي اللي كتخول لك بانك تبارطاجي لي ميثود ديالك او نيفو ديال واحد الفانكشن اللي كيولو اكسيسيبل او نيفو ديال لي انستانس ديالك يعني فيما يعني كتكري واحد الانستانس كيولو عندك دوك لي ميثود اكسيسيبل يعني حنايا في هاد الكود حتى هو راه عندنا دي ميثود اللي هما اكسيسيبل ولكن المشكله انا ما يمكنش نجمع لي ميثود كاملين في اوبجيكت واحد ولا دير كود نو اورغانيز غنحاول نكري واحد البلو برينت كيف ما كيسميوها غنجمع فيها كاع لي ميثود غنحاول نسيباريهم بالوحده وناكسيدي لهم او نيفو ديال البروغرام ديالي دونك في هاد الكا البروتوتايب حلات لنا دوك المشاكل اللي تمنا جايين من الاول حتى الاخر المشكله الاولى ديال كرينا اوبجيكت وكتخول لنا نكريو غير بلاير واحد المشكله الثانيه فاش تمينا غاديين وكرينا واحد الفانكشن اللي كوبيات لينا بزاف ديال الانستانسز في الاخر كريت لنا واحد المشكله اونيفو ديال لا ميموار اي حاجه تزنا عليها من لي بروبليم كاملين اونيفو ديال البروغرام ديالنا هنا في البروتوتايب حليناها غنشوفوا البروتوتايب كيفاش كتكتب ولا السينتاكس ديالها اوتوماتيكمون انا غادي نشد هذا الكود كامل اللي كاين عندي هنايا غنكوبيه غنحيد هاد البلاير ميثودز ما غنخدمش بيها اي غنكري كيف ما قلت لكم بروتوتايب اكسيسيبل من اي فانكشن كتكريه دونك بالنسبه لينا هذه هي الفانكشن بلاير بروتوتايب غنكوبي بعد هادشي كامل ما يمكنش نكتب هاد الكود فحال هكا ندير بلاير بروتوتايب وغنقدر ناكسيدي ليها دونك غنكري اكسيدي بلاير بروتوتايب وغنطاشي ليها واحد لا ميثود ران وغنخلي الفانكشن ديالي نورمالي نعاود نكوبي هادشي هنايا اكسيد الجامب ايكوال كيك بول نفس الحاجه ايكوال دونك هنا نحيد هاد الفيركول هادو كاع لي في ادانس ما نخدمش بها حيدها اي مزيان دونك بلاير ميثود از نوت ديفايند ولكن باقي ما حليتش والو هنا دونك كرييت لي ميثود ديالي وما بيشهم البروتوتايب دونك فحال اللي قلت كريت داك البلو برينت ديالي اوتوماتيكمون كيف ما قلت لكم البروتوتايب هي واحد البروبرتي اللي كتخول لك بانك تبارطاجي لي ميثود او نيفو ديال هاد الاوبجيكت
ديال هاد الفانكشن باش تقدر تاكتيفي ليهم في الانستانس ديالك في ديك الفانكشنال استنشيدين غادي تبقى تاكتيفي لي ميثود ديالك بلا حتى شي مشكل. دونك في هاد الكا اوبجكت كرييت بلاير ميثود ما عنديش اوبجكت كرييت اشنو هما لي ميثود اللي بغيت ناكتيفي ليهم كاينين في هاد بلاير بروتوتايب هنا فين كاينين بلاير بروتوتايب هنا فين كاينين لي ميثود ديالي. دونك هنايا الى جيت هنايا درت player 1 run 3 كتشوفوا معنا عفشات لي 40 الا بقى كيجري غتبقى كتنقص ليه الانرجي تيسخف. المهم لوبجيكتيف هنا شفتو بان البروتوتايب خولات لينا باننا نحلوا اي مشكل بقينا كنبي فاكتوريزيو في الكود نبي فاكتوريزيو فيه نبي فاكتوريزيو فيه باش طحنا في احسن سوليسيون واحسن سوليسيون في هذا الكا هي البروتوتايب من كاع لي سوليسيون اللي حطينا. ريدبل يعني الكود ديالك يكون اورغانيزي ريدبل بروبليم ديال لا ميموار حليناهم بروبليم بغينا نكريو مالتيبل انستانسز كري حليناهم دونك حلينا كاع المشاكل وهذا غادي تاخذ واحد الصوره عامه وشامله على البروتوتايب كيفاش كتفونكسيوني. دونك كان هذا اخر درس او نيفو ديال جافا سكريبت فاندمنتالز. ثانكس ا لوت فور واتشين ذيس فيديوز ولو وصلتوا لهاد ليطاب فور شور راكم قطعتوا واحد الشوط كبير في الفهم ديال جافا سكريبت. الدروس اللي غادي يكونوا من بعد غادي يكونوا ادفانسد وغادي نحاولوا نطلعوا شويه ليفل لان غنبداو نخدموا على شي حوايج اللي غيكونوا شويه ادابتي للفريم ووركس ولا وريفر. سو ثانكس فور واتشين ذيس فيديو اند هابي كودينغ.